الدوري الالماني كوندوغان حركيه كبيره لاصفر بوروسيا اللي وزع ليفاندوفسكي جول جمال وتشافي سدد الكره مرتده لدانيال الفيس والفيس سدد جول لا 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 غير معقول مشاهدينا الكرام نحن نحكي عن لاعب عالمي لاعب عالمي بكل ما في الكلمة من معاني يعجز فيها القلم واللسان على وصف أداء الذهبي بنزيما عرضها يا سلام كريستيانو يضرب يا ربان استفزه بلاتر فقر من اختراق يعطي كرة يا سلام وينه كارت بايلرام كارت بايلرام وكول كول 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 كل زيدان بنزيما استلام بنزيما عرضها يا سلام كريستيانو يضرب يا ربان استفزه بلاتر فقرر ان يعاقب الجميع حذر حذر يا جمال حذر يا جمال حذر يا جمال وين انت رايح يا جمال وين رايح يا جمال وين رايح يا جمال لا 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 بيربا الى سكول تمرير اناني استلام كنترول للمانيو كره عرضيه عاليه روني الله مستحيل مستحيل جاءت اليسرى وصلت تلاني الى كريستيانو تصويبه يا رب يا الله الدون يضرب بقوه الدون يصرخ الدون يصوب انظروا إليه عندما يتحرك يقف البرنابيو عندما يضرب رفع تصويب يا ربان تياغو لاب تياغو دار تياغو تصويب يا ربان دقيقة دقيقة للهلال دقيقة للهلال محمد شلهوب يلعب للكرة راسية من تياغو يا ربان عبد الغني بيلعب للكرة في المرمى هذا نواف هذا اللي من كراته تخاف في الرابعة للنصر يحيى يا ربان انطلاق سطرتهم معللا انطلاقة ضربة البداية تياغو راسية يا ربان بسلاح دور الأربعة بسلاح النهائي الذي فاز فيه وحاول المرور الحكم يحتسب بحاجة إلى جرأة أكبر بحاجة إلى تسديد خارج منطقة الجزاء بحاجة إلى استغلال كرات ثابتة الآن هذه الكرة العرضية هذه المحاولة عن طريق أدريان رأسية يا رب ومن غيره ومن غيره رأس هو من يتعادل رأس يتعادل ملا جمهور ملا مباراة ملا بروسيا جول 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 بطلت التعليق مش ممكن ماذا يحدث افتخر واعترف من الليلة انا الماني من الليلة في الكورة انا الماني